بالإمتاع والإقناع أداء ونتيجة افتك أبناء الثورة لقب كأس الجزائر لفئة أقل من 21 سنة بعدما فازوا على أمل بوسعادة بربعية كاملة. خدمنا بزاف هاد لا سيزون، ربي ما خيبناش اليوم، نتمنى ان شاء الله ما تكونش تاليه شباب الثوره. هذاك اللي كان لعبنا مواتش هما كانوا احسن منا شويه، تغلبوا علينا باربع اهداف، هذاك اللي كان العقوبه العام الجاي ان شاء الله وربي يوفقنا. المباراة كانت ممتعة وشيقة، تفنن فيها أشبال محمد بالحفيان أمام فريق كان منظما وقدم مردودا لا بأس به في المرحلة الأولى، إلا أن قوة الثورة ترجمت في هذه المرحلة بهدف وحيد أمضاه بلطرش أسامة في الدقيقة 41. الآلة الهجومية للشبيبة وصلت عملها في المرحلة الثانية، وبعمل فردي رائع يسجل بلطرش الهدف الثاني والثنائي له في المباراة. اندفاع أمل بوسعادة نحو الهجوم بغية تقليص النتيجة على الأقل كلف الفريق هدفا ثالثا بعد هجمة خاطفة أنهاها بالمختار بوضع الكرة شباك البوسعاديين. وفي الوقت البدل الضائع بالمختار يسير في نهج زميله بلطرش ويمضي الثنائي له والرابع للشبيبة التي أكدت أنها تملك فريقا رائعا يدعم به الأكابر في القريب العاجل. وحنا يا نظن من 2008 درنا مشروع تاع التكوين والاهداف تاعو اليوم راهي كاين ثمار الحمد لله، يعني ان شاء الله دائما ندعموا الفريق الاول، وكما قلت وصرحت ان شاء الله ندفع ندعموا الفريق الوطني من ابناء وخيره ابناء الجنوب ان شاء الله.